اليوم جاي أزور واحدة من أهم المعالم في مومباي، بس ما هي مشهورة مثل المعالم الثانية. هذا هو المعلم، الحين بنروح هناك عبر المياه. المكان هذا يعتبر دار عبادة، هو مسجد في نفس الوقت، فيه قبر لواحد من الأولياء الصالحين اللي اسمه الحاج علي. المكان هذا يعني يعتبر واحدة من الأماكن المهمة بالنسبة للمسلمين في الهند. أنا لما جيت مومباي المرة اللي طافت حاولت أدش المسجد هنا، قالوا لي إنه راح نفتح بعد ساعتين، فما كنت أقدر أنتظرهم ساعتين هناك، عشان كذا رحت إلى أماكن ثانية وفي الأخير يعني ما شفت المكان هذا. هنا البياعين كل واحد يحاول يبيع لك الرداء اللي عندهم يعني، ولا هذه الزهور والاشياء اللي عندهم. مثل ما شفتوا الحين كان يحاول يبيع. أنا من شوي لما كنت أصور كنت في الجهة المقابلة هناك، وبعدين قطعت كل المسافة اللي هناك، والحين وصلت على الممر اللي على فوق الماء يعني، وهذاك المسجد والمقبرة في مكان واحد. اللي لاحظته هنا ان الناس هنا من كل الديانات، يعني مو بالمسلمين بس، حتى الهندوس والسيخ وكل شيء. يعني مثلا تشوف المرأة هذه هندوسية يعني، وحتى شفت بعض السيخ، وعلى الاغلب حتى المسيحيين موجودين. فهذا هو المسجد وراي. فالمسجد هذا يعتبر كفرع من الصوفية، يعني متفرع من الصوفية. فالمذهب هنا يعني هو كنوع من تفرع من الصوفية، والمذهب هذا يعني أكثر من نص المسلمين في الهند مؤمنين بالمذهب هذا، بس هم يسمون نفسهم أهل السنة هنا في الهند. بعد كل المشي الطويل وصلنا إلى مدخل المسجد. الظاهر أن المكان هو مكان سياحي أكثر من كونه دار عبادة أو مسجد. هذاك هو قبر الحاج علي، وبعدين الناس واقفين هنا يدعون، وفي الأخير لما يخلصون يربطون هالخيط، أظن يعني على حسب الاعتقاد أنه يجلب البركة وما شابه يعني. الحين المرأة هذه جابت الهدايا هذه، وبعدين عند ريش الطاووس، بعدين يعني يمسح على رأسها بريش الطاووس. خلونا الحين نتعرف على الحاج علي اللي بسببه تم بناء المكان هذا او دار العبادة هذه او المقبرة هذه، واصل قصته في روايات كثيرة مختلفة، لكن الكل اتفق على اصله. اسمه الكامل الحاج علي شاه بخاري، نسبة الى مدينة بخارى اللي تقع حاليا في اوزبكستان. وللمعلومة حتى الامام البخاري يرجع اصله الى مدينة بخارى، لذلك يسمونه الامام البخاري. والمتفق عليه ايضا ان الحاج علي شاه كان من الناس الاثرياء والتجار الاثرياء في مدينة بخارى. في يوم من الايام قرر الحاج علي انه يتبرع بكل ممتلكاته وثروته، ويروح في رحلة لأداء فريضة الحج إلى مكة. وطبعا رحلة الحج في تلك الفترة في القرن الرابع عشر كانت تستمر إلى شهور أو حتى أكثر من سنة. كانت القافلة تبدأ، وإلى أن تصل مكة كانت تستغرق شهور على حسب المكان اللي خرجت منه. فخلاصة الكلام أن الحاج علي أدى فريضة الحج ورجع إلى مدينة بخارى، لكن بعد ما رجع بفترة بسيطة كانت جيه كوابيس، وكان يحس بآلام شديدة ومرض في جسمه، ونادرا ما تكون
صحته جيدة، وكان يحس بأن آذي الكرة الأرضية بأفعاله، بفعل معين من أفعاله. يقولون بعد الكوابيس هذه قرر أنه يسافر إلى الهند في سبيل نشر الإسلام والدعوة الإسلامية، فاستأذن من أمه وسافر الحاج علي وأخوه إلى الهند، وفعلا وصلوا إلى الهند وبدأوا في نشر تعاليم الإسلام. وبعد فترة بسيطة قرر أخوه أنه يرجع إلى مدينة بخارى، فعندها قرر الحاج علي أنه يستقر في الهند ويقضي الوقت المتبقي من حياته في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. فكتب رسالة إلى أمه يعتذر فيه عن قراره وإن صحته تحسنت بعد ما وصل إلى الهند. وفعلا أخوه سافر إلى بخارى وكمل الحاج علي مسيرته في سبيل نشر الدعوة في الهند. ومع مرور الوقت صار عنده أتباعه وناس يحضرون محاضراته ودروسه. وقبل وفاته بفترة بسيطة بس أوصاهم أنه لما يموت يغسلونه ويكفنونه ويرمون كفنه في البحر. وبعد فترة بسيطة بس مات الحاج علي، وأتباعه فعلا غسلوه وكفنوه وألقوا بكفنه في البحر، وغرق الكفن في البحر. ولكن بعد مسافة بسيطة بس كانت في صخور كبيرة في البحر، فالكفن اصطدم بالصخور هذه وطفى فوق الماء وتوقف في نفس المكان وما تحرك بعده. فأتباعه شافوا أن الكفن طفى فوق الماء فقرروا أنهم يطلعون الكفن وفي نفس المكان راح يدفنونه. فبنوا المكان هذا اللي شفناه اليوم ودفنوه في هذا المكان، ومع مرور الوقت تحول إلى دار عبادة، الناس صاروا يزورونه ويصلون في المكان هذا. وعشان أعطيكم فكرة أوسع عن الموضوع هذا، فمذهب الصوفية في الهند ما عندهم ولي واحد بس، ففي الهند كلها في أولياء صالحين كثيرين. مثلا أنا رحت إلى مدينة أجمير والولي الصالح اللي كان هناك هذاك ولي آخر وله قصته. فالأولياء الصالحين كثيرين ومختلفين في الهند. لكن السؤال الحين، هل مذهب الصوفية في الهند يعبدون الولي الصالح؟ فالجواب باختصار انه خلال دراستي الجامعية في الهند، واحد من زملائي اللي كانوا معاه كانوا من اتباع المذهب الصوفي في الهند، فاعطاني مثال وشرح لي معتقدهم. فاعطاني مثال الطالب ومدير مدرسته، فقال لي مثلا انت الحين لو تبي تمشي امورك من مدير المدرسة وتبي تروح عنده، فايش الافضل الحين، انك انت تروح بروحك لمدير المدرسة ولا تروح مع مدرسك عشان يتوسط لك عند مدير المدرسة؟ فيعتبرون الولي الصالح بمقام هالمدرس، فيعتبرون ان الولي الصالح يتوسط بين العبد وربه. للناس اللي ما عندهم اي فكرة عن مذهب الصوفية، فنشهة مذهب الصوفية كانت من ناس زهدوا في الدنيا الى ان تفرعت وصارت يعني فيها فرق كثيرة جدا. فاللي شفتوه اليوم هذا يعتبر فرع من مذهب الصوفية، واكثر من نص المسلمين في الهند يؤمنون ويعتقدون بالمذهب هذا. طبعا ما يمكن زيارة المسجد في كل المواسم، بس في فترة واحدة بس في السنة يعني اللي هو موسم الأمطار تكون مستوى المياه مرتفع، فالجسر اللي الحين احنا نمشي عليه يكون غرق في الماء. يعني في النهاية بس أنا عندي تعليق بسيط على الموضوع، إن موضوع الأديان والمذاهب موضوع شائك وحساس جدا، وكل شخص وإنسان له حرية اختيار مذهبه معتقده، فالله سبحانه وتعالى هو اللي راح يحاسبهم. أنا لست المحاسب يعني، وأنا الحين عرضت الموضوع كشخص محب للتطلع والاستكشاف. أنا الحين أحب أستكشف الأماكن والأديان والثقافات وكل شيء، وهذا اللي بس حبيت أنقله لكم. وفي النهاية أتمنى أني أكون وفقت في نقل الفكرة وعرفتكم على شيء جديد، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا شيء جديد. والسلام عليكم. छोटा कितना 250 वाला 500 वाला 1100 वाला आज भी